السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. أحيي أيضا مستمعينا عبر إذاعة طهران العربية ومن يشاهدونا على موقع الفيسبوك. مقامات فاطمة الزهراء سلام الله عليها وظلامتها في مصادر أهل السنة في قسمه العاشر هو موضوع هذه الحلقة من مطارحات. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. بداية، أهم النقاط التي أشرتم إليها في الحلقة السابقة لكي نبدأ ونستكمل الحديث في هذه الحلقة إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع النقاط والمحاور التي انتهينا إليها في الحلقة السابقة ولعله في الحلقات السابقة عموما يمكن تلخيصها في النقاط التالية. النقطة الأولى أن الزهراء بضعة المصطفى سلام الله عليها هي صديقة. هذا المعنى أثبتناه من خلال طريقين. الطريق الأول أنها لما كانت أفضل من مريم، ومريم بحسب النص القرآني هي الصديقة، إذن لابد أن تكون سيدة نساء العالمين أيضا لها هذا المقام، وإلا لا معنى للأفضلية والأكملية. النقطة الثانية أو الطريق الثاني لإثبات ذلك، قلنا أنه من خلال الروايات الصحيحة والمعتبرة والمجمع عليها بين الشيعة والسنة أنه لا يوجد من هو أصدق منها بعد أبيها صلى الله عليه وآله. وهذا الحديث أشرنا إليه في الأسبوع الماضي، ولكن لم نشر إلى مصادره وإلى صحته، ولذا أحاول أن أشير إليه في هذه الليلة مرة أخرى. في المطالب العالية لابن حجر العسقلاني بتحقيق الشهري أعزائي في المجلد 16 صفحة 177 رقم الحديث 3957، الرواية قالت عائشة: ما رأيت أحدا قط أصدق من فاطمة غير أبيها. الرواية كما يقول في الحاشية: درجته صحيح بهذا الإسناد. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح. تخريجه يقول: رواه الطبراني ورواه الحاكم، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي: كذا قال، بل صحيح. ورواه أيضا في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. إذن هناك طريقان لإثبات أن الزهراء سلام الله عليها هي صديقة أيضا. الطريق الأول من خلال أفضليتها على مريم، الطريق الثاني من خلال النصوص الخاصة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لا بد أن يلتفت إليها الأعزاء أنه لم يثبت عندنا بأي نص واضح وصريح أن عائشة هي صديقة. التفتوا أعزائي، والمقام ليس مقام لا سمح الله إهانة أو أي عنوان آخر، وإنما بيان الحقائق. نحن عندما نصف أحدا بأنه صديق أو نصف إحدى النساء بأنها صديقة نحتاج إلى دليل، ولا دليل عند القوم على أن عائشة هي صديقة. لها مقام الصديقية الذي يأتي هذا المقام بعد مقامات الأنبياء، إلا حديث ماذا؟ إلا حديث الثريد الذي أشرنا إليه سابقا وبينا ما يمكن أن يرد على مضمونه. هذا أولا.
إذن كما يقول أهل العلم هو أنه لا دليل على أن عائشة هي صديقة، إلا أن يريد أحد أن يستدل لأنها ابنة أبي بكر وأبو بكر صديق، إذن لابد أن تكون ماذا؟ صديق. عائشة لأنها ابنة أبي بكر فهي صديقة. إذا كان هذا بطبيعة الحال الزهراء سوف تكون صديقيتها فوق ماذا؟ فوق صديقية عائشة. لماذا؟ لأنها ابنة خاتم الأنبياء والمرسلين. وهذا الاستدلال من الواضح أنه غير تام من عند أحد. إذن النقطة الأولى أنه لا دليل على كون عائشة من الصديقات من الصديقين، هذا أولا. الثانية، بل الدليل على أنها ليست كذلك، يعني هناك أدلة صحيحة وصريحة وواضحة ومجمع عليها أنها ماذا؟ ليست لها مقام الصديقية. بأي قرينة أعزائي؟ بقرينة أنه ما أشرنا إليه في الروايات السابقة، وهي أنها شكلت حزبا في البيت النبوي للتحايل على من؟ للتحايل على رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا لا أخفي الأعزاء سرا، أنا كنت أتصور بأن الدكتور لاشين هو الذي اصطلح على عنوان أنه كان في بيت النبي حزب اسمه حزب عائشة، يعني نساء النبي كانوا قد انقسمنا إلى حزبين. تصورت بأنه يريد أن يسقط الاصطلاحات الحديثة على ما جرى، ولكن عندما راجعت النصوص وجدت لا، أن عائشة هي تصرح أنه كنا نحن في بيت النبي على حزبين. أعزائي هذه أمامكم بنحو الإجمال، وإلا ما أريد أدخل في هذا البحث لأنه ليس موضوع بحثي هذه الليلة. أعزائي هذا كتاب الصحيح البخاري بتحقيق شعيب الأرنؤوط الجزء الثاني صفحة 418، أعزائي صفحة 418، باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض من كتاب الهبة، رقم الرواية 2581. الرواية عن عائشة أن نساء رسول الله كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة إلى آخره. إذن هناك كان ماذا؟ تكتل حزب داخل ماذا؟ داخل البيت النبوي. ويا ليت أن هذا التكتل كان لأجل ماذا؟ لأجل الخير، كان لأجل التحايل على رسول الله، بل أكثر من ذلك. طبعا هذا الحديث أيضا ورد أيضا في كشف المشكل، أعزائي في كشف المشكل من حديث الصحيحين للإمام ابن الجوزي تحقيق الدكتور البواب، بعد أنا لا أطيع على الأعزاء، الجزء الرابع صفحة 336. بل المشكلة أكثر من ذلك، أن القرآن يقول أن هذه الحزبية في البيت الأموي في البيت النبوي كانت لأجل التظاهر على رسول الله، وهذا هو الخطير. هذا أخطر. مرة أعزائي القضية قضية اختلاف بين النساء، ومرة لا، بعد هذا التعبير مو تعبير حديث، هذا تعبير ماذا؟ تعبير القرآن الكريم. تعالوا معنا أعزائي إلى القرآن الكريم في الآية 4 من سورة التحريم، انظروا أن القرآن الكريم ماذا يعبر. يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني أنه كان قد صدر منهما ماذا؟ ذنب، وإلا لا معنى للتوبة. التوبة بالنسبة إلى أمثال هؤلاء لا يكون إلا عن ذنب. إذن القضية لم تكن قضية أخلاقية أو اختلاف نسائي، لا. وإن تظاهرا عليه، هذا التعبير التظاهر، يعني بعضكم في ظهر بعض، بعضكم لبعض ظهيرا. القرآن يعبر أن هاتين تظاهرتا على رسول الله، تباني وتظاهر على ماذا؟ انظروا أن القرآن الكريم ماذا يفعل
واقعا عندما يوجد الاصطفاف، انظروا إلى الاصطفاف أعزائي، كونوا على ثقة. ليس لا أريد أن أدخل في بحث الآية المباركة، ولكن الاصطفاف يكشف لك أن هاتين تقعان في أي صف، وأن الرسول يقع في أي صف. انظروا إلى الآية المباركة، قالت: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. إذن الاصطفاف، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إذن في هذا الصف ماذا يوجد؟ الله والمؤمنون وصالح المؤمنين والملائكة وجبريل. وفي المقابل من يوجد؟ من تظاهرت عليه. سؤال: إذن هذا الاصطفاف بعد يكشف أنه يوجد هناك إيمان أيضا أو لا يوجد؟ وإلا لو كان هناك إيمان لا معنى لأن يقول وصالح المؤمنين، لأن صالح المؤمنين وقع في أي صف؟ في هذا الصف. إذن في الصف الآخر ماذا يوجد؟ أيضا يوجد إيمان. لا أقل في هذا الفعل لا يوجد ماذا؟ إيمان. لا يوجد إيمان. وهذه قضية خطيرة جدا. بعد هذا نص قرآني أعزائي، هذا مو نقل بالمعنى، مو رواية. وحتى الأعزة يطمئنون إلى أنه من الذي أشير إليهما أنهما تظاهرا، هذه أمامكم أعزائي. هذا صحيح البخاري، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الجزء الثالث أعزائي، في صفحة 736. سمعت ابن عباس يقول: أردت أن أسأل عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله؟ فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفص. صحيح الرواية في الصحيح، صحيح البخاري مولانا، صحيح البخاري وصحيح مسلم، الجزء الثاني صفحة 645، الحديث 1479. سؤال، خلوا ذهنكم سؤال بينكم وبين الله: أيمكن أن ينسجم أن امرأة يقال عنها صديقة ولكنها تتحايل على إمام الأنبياء والمرسلين؟ أيمكن لامرأة توصف بأنها صديقة وهي تتظاهر على إمام الأنبياء والمرسلين؟ هذه تستحق وصف الصديقية. يعني نفهم من الآية أنها في مقابل صالح المؤمنين حتى وليس الصديقين. هذا بعد صريح الآية، صريح في الآية. مقابل الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير. إذن وبعد ذلك أنا لا أعلق أعزائي، فقط أقرأ لكم العبارة حتى تعرفون أنه عندما أقول يوجد نهج أموي، هذا هو النهج الأموي. انظر إلى العلامة العثيمين في شرح العقيدة الواسطية في صفحة 614، هذه عبارته، يقول: وهذا يدل على أنها أفضل النساء مطلقا. عائشة ماذا؟ أفضل من فاطمة، وأفضل من مريم، وأفضل من خديجة. لماذا؟ أنا لا أعلم، لعله دليل أفضليتها أنها تظاهرت ماذا؟ تظاهرت على رسول الله. وإلا بينكم وبين الله، أي منطق علمي وأي منطق سليم يستطيع أن يقبل أن امرأة تتحايل على رسول الله بل تتظاهر عليه، ومع ذلك تكون ماذا؟ أفضل النساء من الأولين والآخرين. جيد. إذن أعزائي، هذه هي مجموعة النقاط التي أشرنا إليها في البحث السابق. سمحت السيد، قد يقال يعني، ولربما أيضا سئلتم قبل ذلك، أنه لا ملازمة بين أفضلية الزهراء على مريم سلام الله عليهما وبين إثبات جميع الصفات الثابتة لمريم سلام الله عليها للزهراء، كما نجد ذلك في قصة النبي موسى عليه السلام والعبد الصالح. هذا السؤال أعزائي من الأسئلة التي وردت في بعض المداخلات، لعلي أتذكر قبل أسبوعين سألتم بها. نعم. وكذلك وردت في بعض المواقع إشارة إلى هذا التساؤل. أنا إذا يسمح لي أستاذ علاء أنه أوضح السؤال أكثر من هذا.
يقول أنتم استدللتم، يعني الذي يريد أن يلاحظ على كلامي، يقول أنتم استدللتم على أن مقام التحديث ومقام الصديقية ومقام الاصطفاء ومقام الطهارة ومقام إلى آخره التي ثبتت لمريم لا بد أن تكون ثابتة لمن؟ لفاطمة. بأي دليل؟ بدليل أن فاطمة أفضل من مريم. إذن كل الصفات والمقامات والكمالات التي ثبتت لمريم قرآنيا لابد أن تكون ثابتة لفاطمة، وإلا لما كانت فاطمة ماذا؟ أفضل. أفضل كما يقال بحسب الاصطلاح العلمي، نحن ننقض عليكم، نقول لا، ليس لا ملازمة بين الأمرين. يمكن أن يكون شخص أفضل من شخص ومع ذلك يوجد عند المفضول بعض الكمالات ولا توجد عند من هو أفضل منه. أفضل من؟ أي قالوا في موسى وذلك في موسى والعبد الصالح. لا إشكال ولا شبهة أن موسى هو نبي من أنبياء أولي العزم، ولا إشكال أنه لا يمكن أن نفترض عبد أو شخص يكون أفضل من نبي من أنبياء أولي العزم، ومع ذلك نجد أن موسى طلب أن يتعلم رشدا ممن؟ من العبد. إذن مع أن ذلك العبد الذي آتاه الله العلم كان مفضول وكان موسى أفضل منه، ولكن كانت له من الكمالات ما ليس ماذا؟ ما ليس عند موسى. فليكن الأمر في فاطمة ومريم كذلك، كذلك. وهو أن فاطمة أفضل من مريم، ولكنه مع ذلك عند مريم من الكمالات ما لا يوجد ماذا؟ ما لا يوجد عند فاطمة الزهراء. ومنها الحداث والصدقية، ومنها الصديقية، ومنها الطهارة، ومنها الاصطفاء ونحو ذلك. وأنا أتصور أن هذا سؤال علمي وجيه، ولذا أعزائي أطلب من أعزائي اللي الآن يتابعون هذا البرنامج، خصوصا أهل العلم وعموم الأعزة اللي أنا أعتبر كل الذين ينظرون لهذا البرنامج واقعا من أهل العلم واقعا، وإلا لا يتابعون مثل هذه البرامج. أعزائي البحث فيه فد مقدار من الدقة والعمق، بودي أن الأعزة يقفوا عنده بالدقة حتى تتضح المطالب. أعزائي أرجع معكم إلى ما ورد في سورة الكهف الآيات 65 وما بعد ذلك. الآيات أعزائي قال تعالى فوجدا، الآية 65 من سورة الكهف، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك. إذن من الإمام؟ العبد. من المأموم؟ موسى. هذا أولا. على أن تعلمني. إذن من المعلم؟ من الأستاذ؟ العبد الصالح. من التلميذ؟ موسى. مما علمت رشدا. إذن ذلك العلم الذي كان يوجد عند ذلك العبد كان من الرشد، من العلم النافع الذي فيه الهداية، ولا يعرفه ماذا؟ موسى. الآيات أعزائي تبدأ من الآية 66 إلى الآية تقريبا 79. أعزائي إذا يسمحوا لي في هذه الليلة إن شاء الله وقت يسعني ولا يعارضني أوقات الوقت آخر الوقت، هناك مجموعة من الأمور أشارت إليها هذه الآيات، طبعا هذه تستحق أن نقف عندها ليالي، ولعلي أعد المشاهد الكريم أننا نرجع إليها في شهر رمضان حتى تتضح هذه الآيات. فيها نكهة واقعا، في بحث قرآني بعد، هذا لا رواية مقبولة ومجمع عليها ومختلف وصحيحة السند وضعيفة السند، بحث قرآن. النقطة الأولى أن القرآن الكريم لم يقل لنا أن ذلك العبد كان نبيا، إذن يحتمل أنه ماذا؟ نبي. مع أنه ليس بنبي ولكن أفضل ماذا؟ من النبي. هذه قضية مهمة جدا أعزائي. لو كان يقول نبي ونبي كنا نقول الأنبياء يتفاضلون، فلعلهم تفاضلوا في هالنقطة، ولقد فضلنا بعض النبيين. تقول للروايات، أقول لا، ده أتكلم على مستوى البحث على القرآني الناس. على المستوى البحث القرآني، القرآن الكريم لم يشر إلينا أنه نبي من الأنبياء.
النقطة الثانية أن القرآن الكريم أشار إلى أنه كان يملك علما لدنيا، لأن الآية المباركة قالت ماذا؟ قالت وعلمناه من لدنا علما. إذن الله أصرح أن هذا العبد كان يوجد عنده علم من لدن الله لدني. من هنا يطرح هذا التساؤل، ما هو المراد من العلم اللدني؟ أعزائي ما أريد أطيل، وإن شاء الله أرجو الله أن أوفق أن أقف عنده في شهر رمضان. العلم اللدني أعزائي حتى يتضح للأعزاء، العلم اللدني يختلف عن العلم الفكري. تحصيل العلم عند الإنسان يمر من خلال طريقين. الطريق الأول، التفتوا لي أعزائي، الطريق الأول طريق القراءة والسماع والتعلم من أفواه العلماء والتلمذة إلى غير ذلك، هذا نصطلح عليه بالطريق الفكري. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم أعطاكم سمع وبصر حتى ماذا؟ حتى تتعلمون. هذا هو الطريق ماذا؟ الأول. الفكري الذي هو المتعارف عندنا. نحن الآن إذا لم نذهب إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو إلى الكتاب نتعلم شيئا أو لا نتعلم؟ لا، نبقى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الطريق الثاني وهو الطريق الذي لا يمر من أفواه الرجال أو من الكتب والقراءة والمطالعة، وإنما من أي طريق؟ يقولون يمر عن طريق تزكية النفس، عن طريق العبادة، عن طريق تطهير القلب. الله سبحانه وتعالى يفيض علما من عنده على قلب ماذا؟ هذا الإنسان، كما نحن نعتقد في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هل أن النبي الأكرم تعلم عند أحد؟ نص القرآن يقول أمي. إذن كيف صار أعلم الأولين والآخرين؟ الجواب من خلال العلم اللدني. وهذا الذي قد يطلق عليها، ما هي الوسائل؟ قد يكون بالإلهام، قد يكون بالتحديث، قد يكون بالنقر، قد يكون بالسماع من إلى آخره، هذه طرق. وهو الذي يعبر عنه بحسب الإصطلاح أعزائي، يعبر عنه بعلم الولاية، وهو الذي يعبر عنه بالعلم الإرثي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أورثنا. هذا الإرث مو الإرث الفقهي يعني الأموال، هذا الإرث ماذا؟ الإرث العلمي. التفتوا لي أعزائي، والأعلام من مختلف الاتجاهات أشاروا إلى هذه الحقيقة أعزائي. أنا أشير إلى شخصين منهم، الأول الإمام الرازي أعزائي في التفسير الكبير في الجزء 21 صفحة 127 و128 قال المسألة وعلمناه من لدنا علما، يفيد أن تلك العلوم حصلت عنده من عند الله من غير واسطة تعليم فكر ونحو ذلك. يقول والصوفية سموا العلوم الحاصلة بطريق المكاشفات العلوم اللدنية، مو الطريق المتعارف. وللشيخ أبي حامد الغزالي رسالة في إثبات العلوم اللدنية، إلى أن يأتي في صفحة 128 يقول فإذا ضعفت القوى الأخرى وقويت القوة العقلية وأشرقت الأنوار الإلهية حصلت المعارف وكملت العلوم من غير واسطة سعي وطلب في التفكر والتأمل. إشراق. وهذا هو المسمى بالعلوم اللدنية. إشراق. إشراقي يعني. أحسن. إذن إلى هنا اتضح ماذا يقوله الإمام الرازي. نفس هذا الكلام أعزائي يقوله الإمام أو العلامة الآلوسي في المجلد الخامس عشر، في المجلد الخامس عشر في ذيل الآية المباركة في صفحة 457 أعزائي، 457 و458 يقول والآية عندهم أصل في إثبات العلم اللدني. إذن العلم اللدني اصطلاح ماذا؟ اصطلاح قرآني. يقول وشاع إطلاق علم الحقيقة والعلم الباطني
عليه. لماذا؟ لأنه عن طريق الباطن يحصل عليه الإنسان، لا عن طريق الظاهر والطرق المتعارفة. أحسنت، تزكية القلب. أحسنت. إلى أن يقول: ويتوقف حصوله على القوة القدسية دون المقدمات الفكرية. هذا لا يحتاج أن تذهب إلى المدرسة والجامعة والزمان والدراسة والأستاذ، أبدا أبدا. لعلك تطوي مسافة 100 عام في ليلة ماذا؟ واحد. في ليلة واحد. طبعا التفتوا لي جيدا، عند ذلك ينفتح باب كبير. نحن عندما ندعي أن بعض أئمتنا بلغوا الإمامة وهم دون 8 من أعمارهم، يقولون كيف تعلم؟ أين صار؟ لا 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 أعزائي، هذه العلوم ليست علوم ماذا؟ ليست علوم فكرية، ليست تأملات عقلية حتى نقول يحتاج إلى زمن. إلى زمن، لا أبدا. هذه علوم ما هي؟ لدني. نعم، من حق القائل أن يقول سيدنا والإمكان أعم من الوقوع، ما الدليل على ذلك؟ نقول إن شاء الله في وقته المناسب سنشير إليه. إذن أعزائي، الآية المباركة أثبتت أن هذا العبد من هو؟ لا نعلم. لا نعم. هذا العبد ما هو؟ له علم لدني آتيناه، علمناه من لدنا علما. جيد جدا. السؤال طبعا هسه قد يقول قائل: سيدنا العلم اللدني فتقسم له، له أقسام. الجواب: القرآن الكريم أشار أن العلم اللدني على 3 أقسام، مو على قسم واحد. نفس القرآن، نفس القرآن. يعني مو كلمات الصوفية ولا كلمات العرفاء ولا كلمات ابن عربي ولا كلمات الغزالي ولا الرازي ولا الآلوسي ولا سيد حيدر الآملي ولا ملا صدرة ولا أبدا، لا مو هؤلاء. وكل هؤلاء أيضا يقولون، ولكن مقصودي مو تقسيمات، مو تقسيمات. أي صريح الآية المباركة، فقط أشير إلى الآية وإن شاء الله أعد المشاهد في شهر رمضان. الآية 51 أعزائي من سورة الشورى، انظروا ماذا قال تعالى. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله. هذا العلم ماذا؟ العلم اللدني، هذا مو العلم العادي الفكري. إلا وحيا أولا، أو كما ذكروا في محل أن أو تفيد التقسيم، يعني القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث. أو إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. إذا تبين مراد من الوحي مو إرسال الرسول، يعني ما أمين الوحي، لا لا لا. ومن هنا ذكر الأعلام، من هؤلاء الأعلام قالوا أن العلم اللدني بعض الأحيان يكون بلا واسطة، وهذا الذي نعتقده في خاتم الأنبياء والمرسلين في ليلة المعراج، اللي إن شاء الله بإذن الله نقف عنده. وهذا دليل على مكانة رسول الله. لا لا، يعني معنى ذلك لا يمكن لأحد أن يتوسط بين الله وبين الخاتم في إيصال الوحي إليه. إيصال الوحي. تقول لعد أمين الوحي ماذا يفعل؟ جبرائيل ماذا يفعل؟ أبين ما هو دور جبرائيل. لك أيضا له مرتبة. له مرتبة. لو دنوت أنملة لاحترقت. هذا مقام لم يبلغه أحد قبلك ولن يبلغه أحد بعدك في ليلة المعراج. هذا بحثه سيأتي، ولذا أرجو الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تدعو لي الأعزة، أن نقف على مقامات خاتم الأنبياء والمرسلين في شهر رمضان ليتضح من هو سيد الأنبياء والمرسلين. جيد. الأمر الثالث، وهذا هو الخطير في الآية المباركة أستاذ علم. الأمر الثالث وهو أن موسى قال له: موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ما هو الجواب؟ ما قال أحسنت تفضل، قال لا، أنت لا تصلح لذلك، إنك لن تستطيع معي الصبر. نبي من أنبياء أولي العزم، ذاك العبد يقول له، ذلك العبد اللي عنده علم لدني يقول له: لا، أنا أشك أنك عندك صلاحية أن تكون تلميذا حتى في هذا. هذا نص قرآني. نص قرآن. بلي بلي بلي. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا لا يستطيع معك صبرا؟ من أنت؟ قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
أصلاً أنت من حيث العلم بمستوى هاي المعارف أو لا تتحملها. المن دي يقول لنبي من أولي العزم، نبي من أنبياء أولي العزم، يقول لموسى أنت لم تصل إلى مرحلة تتحمل ما أنا متحمله. طبعا هذا العبد لم يتضح إلى الآن هو بشر أم غير بشر. لولا بشر بشر عبد، لا عبد لا يطلق على الملائكة. نعم لم يتضح أنه نبي أو غير نبي، أو نبي. أحسنتم. وإلا القرآن لا يعبر عن الملائكة بأنه ماذا؟ عبد. إذن العبد يكشف عن أنه ماذا؟ أنه بشر. بشر ولكنه نبي أو ليس نبي. لا لم يثبت في القرآن يثبت. أنه ماذا؟ نبي. إذن التفتوا أن موسى طلب التعلم ممن وأي شيء طلبه؟ طلب تعلم الرشد منه، طلب تعلم العلم منه. ماذا كان جواب ذلك العبد الذي عنده علم لدني؟ قال أقبلك بشروط، فإن استطعت أن تمتثل لها فأنت معك، وإلا إذا وجدتك أنك لا تصلح سوف ماذا؟ أنفصل عنك. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. تابع مطلق أنا لك، ولاية يعني، ولاية كاملة. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. هذا الشرط الأول. شروط لا، أولا ما تصبر، أنت ما عندك صلاحية. ثانيا الشرط الثاني وبدأ. وبعد ذلك مولانا امتحنه في المورد الأول، في المورد الثاني، في المورد الثالث، إلى أن يأتي في الآية 78 يقول له قال هذا فراق بيني وبينك. إذن أنت تصلح أو لا تصلح؟ الآية هي واضحة. واضحة. أنت ولا لو كان صالحا لاستمر في تعليمه، في أن يعلمه، في أن يعطيه، في أن في أن في أن إلى آخره. ولذا تجد بأنه قال أمتحنك، قال فإن اتبعتني. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. عندك عذر الآن ماذا؟ عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه. إذن تبين كان ذلك العبد عالم بالتأويل، وأن موسى كان عالم أو غير عالم. وإلا لو كان عامل لتحمل وصبر كما تحمل. عالم بالتنزيل. جيد جدا، جيد جدا. إذن اتضح الآن ذاك البحث العميق الذي وقفنا عنده، القرآن، أن الحقائق لها تنزيل ولها ماذا؟ تأويل. لها ظاهر ولها باطن، وأن موسى لم يكن يعلم ذلك الباطن، وأنه لم يكن يعلم ذلك التأويل. بأي دليل؟ بالنص القرآني. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار وما فعلته عن أمري. هذه كلها كانت أوامر ماذا؟ أنا مأمور. أحسنتم. بعبارة أخرى صاحب المهمات الصعبة خاصة والباطنية في نظام التكوين. هذا ماذا يكشف لك؟ يعني أن هناك أمور ظاهرية وأن هناك أمور ماذا؟ باطنية. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطع عليه صبرا. متستطع. تستطع عليه صبرا. جيد. هنا جاءت الإشكالية أو جاء الإشكال
والتي واقعا إلى الآن أوقعت المفسرين، طبعا من أقول مفسرين من هم مفسرون بالحمل الشائع، مو من يدعون التفسير وهم لا يعرفون حتى الكلمة معناها مولانا، لا أنا دا أتكلم ماذا؟ أتكلم عن أمثال الآلوسي، أتكلم عن هذه الطبقة من المفسرين، وإلا هو يكتبون تفسير وهو لا يستحق أن يسمى تأفاء مولانا، مو أنه يسمى تفسير. التفسير هو الذي يلتفت إلى هذه الحقائق. من هنا ورد هذا الإشكال، وهو أنه كيف نستطيع أن نتصور أن نبيا من أنبياء أولي العزم في إبان نبوته العامة لا يعلم ماذا يتعلم ممن هو أدنى منه منزلة ومرتبة، وهو ذلك العبد. وبتعبير آخر حاول البعض أن يعقد المشكلة، قال يقينا أنه في ذلك الزمان ذلك العبد نبيه من كان؟ كان نبيه موسى. لأنه كان ذلك الزمان نبي موسى هو من أنبياء العزم، فكل من يعيش في ذلك الزمان تابع له. فكيف يكون نبيا تابع لفرد من أفراد أمتي؟ ولذا صعب جدا، المشكلة معقدة. ولذا تجدون أن العلامة الآلوسي في المجلد 15 في ذيل هذه الآية المباركة، هذه عبارته، يقول: واستشكل طلبه عليه السلام بأنه رسول من أولي العزم، فكيف يتعلم من غيره والرسول لابد أن يكون أعلم أهل زمانه؟ وهنا تبين أنه أعلم أو ليس بأعلم، ليس بأعلم نص القرآن. يقول: ومن هنا صار المفسرون حيرا. ولكن أعزائي، قبل أن أقف على بيانات ما ذكر أو ما ذكروه أو ما قاله العلامة الآلوسي، أريد أشير إلى نكتة واحدة، خلي ذهنكم يمي. سواء استطعنا أن نحل هذه الإشكالية أو لم نستطع، نستطيع أن نأخذ حقيقة واحدة من هذه الآيات، وهو أنه يمكن أن يكون عبد صالح أعلم من نبي من أنبياء أولي العزم. ممكن أو غير ممكن؟ حسب القرآن، نص القرآن الكريم، أن يكون عبد، أن يكون شخص ليس بنبي ولكن أعلم ماذا؟ أعلم من نبي، من نبي من أنبياء أولي العزم. إذا جئنا إن شاء الله تعالى في الأطروحة المهدوية وقلنا أن الإمام المهدي أعلم من الأنبياء السابقين بدليل، بأدلة كثيرة، ومنها أن عيسى يصلي ماذا؟ يصلي خلفه، وعيسى أيضا من أنبياء العزم. يقول: أحسنتم، طبعا من أنبياء العزم. ليقول لنا قائل: أين هذه الدعوة في القرآن؟ هذه الدعوة في القرآن، هذا دليلها. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. القرآن الكريم مولانا هذا مثل ضربه لنا، أنه عبد آتيناه من لدنا علما، هو أعلم ماذا؟ من نبي من أنبياء العزم. سؤال إذن أعزائي، ما هو الجواب حتى نجيب عن إشكالية عن هذه الإشكالية؟ الجواب الأساسي الذي ذكره العلامة الآلوسي، والآن أنا أوافقه في هالمرحلة وفي دراسات أعمق لنا أجوبة أخرى، أعزائي، يقول: لم يثبت عندنا، التفتوا لي جيدا، لم يثبت عندنا أن موسى كان أعلم من أعلم مطلقا ومن كل جهة وفي جميع العلوم من الآخرين في زمانه. نعم، كان أعلم في دائرة وظيفته وهي الرسالة والدين والمعارف الدينية، كان أعلم. أما في علوم التأويل لم يثبت أن موسى كان أعلم ماذا؟ من ذلك العلم. إذن ماذا تريد أن تقول أيها الآلوسي؟ أريد أن أقول أن موسى وإن كان أعلم بحسب التنزيل وعلوم الظاهر والشريعة، ولكنه ذلك العبد كان أعلم منه بحسب الباطن والتأويل وعلوم ماذا؟ وعلوم الحقيقة والتأويل. فإذن موسى إمام على العبد في علوم الظاهر، والعبد إمام على موسى في علوم ماذا؟ في علوم التأويل. في علوم التأويل. ما المحذور فيه؟ طيب سيدنا، اسمحوا لي أنا لدي إشكال في هذا. سأبين. أنا أكمل البحث بيني وبين الله، أستمع إلى إشكالكم.
هذا المعنى، هذا المعنى من أشار إليه؟ أشار إليه العلامة الآلوسي في صفحة 460، قال: ثم إن الذي أميل إليه أن لموسى علما بعلم الحقيقة المسمى بالعلم الباطن والعلم اللدني، إلا أن الخضرة، ويعتقد ذلك العبد، هو ماذا؟ الخضر. أعلم به منه. موسى عد علم باطن، ولكنه الخضر كان ماذا؟ أعلم منه. وللخضر عليه السلام سواء كان نبيا أو رسولا أو لم يكن، لا فرق. لمن؟ لأن الآية ما أشارت. علما بعلم الشريعة المسمى بالعلم الظاهر، إلا أن موسى أعلم به منه. فكل منهما أعلم به من صاحبه من وجه. إذن هذا أعلم في علوم الظاهر موسى، وذاك أعلم ماذا؟ في علوم الباطن. من حقك أن تسأل، وأنا أتصور أستاذ على هذا السؤال، ما الدليل على هذا؟ لا، أنا عندي ما هو أعمق من هذا السؤال. فضل. أشرتم في الاستدلال أن العبد يأخذ، أو أي عبد يعني أي بشر يأخذ كوعاء بقدر يعني استطاعته وبقدر تزكيته. إذا كان هذا العبد أزكى من موسى، مو أزكى، لا لا، أوسع وعاء، لا لا لا، أوسع وعاء من موسى. لا، أنتم قلتم يعني من حيث تزكية النفس، لأن العلم الذي يحصل بالتزكية. هذاك أقول هذنيك مقامات. الآن شوف أستاذ علاء، لن ندخل. أنا وعدت المشاهد، لماذا وعدته؟ أنه كيف يمكن أن يكون ذاك نبي من أنبياء العزم وهذا ماذا؟ أعلم منه. أعلم أصلاً كيف الآن أنا فقط أريد أصور القضية حتى أصل إلى قضية فاطمة ومريم. أنا مو قضيتي الآن ماذا؟ الآيات المباركة. لماذا لعله ثلاث مرات وعدت المشاهد أنه أقف عند هذه الآيات مرة أخرى؟ هذه كلها سنقف عليها. كيف يمكن هذا المعنى؟ كيف الآن مو في الآية المباركة؟ أنا على أي حال أنا طرحت السؤال، ما في مشكلة. بعد 10 أسئلة أخو، بعد 100 سؤال أخو، ولكن الكلام الآن مو بحثي في هذه الآية، في هذه القضية. أنا هذه القضية أشرت إليها كمثال حتى أنتقل إلى بحثنا. إلى بحثنا. نعم، قد يسأل السائل يقول: سيدنا، هذا الاحتمال الذي ذكره العلامة الآلوسي يوجد عليه دليل أو لا يوجد؟ هذا احتمال، يعني أنه موسى أعلم بعلوم الظاهر، والخضر إن صح أن إذا كان ذلك العبد هو الخضر أعلم بعلوم ماذا؟ الباطل. الجواب: روايات الصحيحة والصريحة أثبتت هذا المعنى. التفتوا لي جيدا، أثبتت هذا المعنى بشكل واضح وصريح. تعالوا معنا إلى البخاري. في البخاري أعزائي المجلد الثالث، صحيح البخاري، صحيح البخاري أعزائي المجلد الثالث بتحقيق شعيب الأرناؤوط، رقم الرواية أعزائي 4725، الباب: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، كتاب التفسير. التفتوا جيدا، أولا انظروا بأن هذا البحث الذي قال أن الله بعثه إلى شخص أعلم منه، ما هو منشأه؟ منشأه سئل، قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. من قال؟ موسى. موسى. فعتب الله عليه. أنت من أين تقول أنا ماذا؟ أعلم. أنا أعلم. فأرسل إليه ماذا؟ هذا العبد الذي آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، إلى أن قال، قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه أنا. إذن انفصال. أحسنتم. إذن أكو جهة اشتراك وجهة ماذا؟ انفصال. هاي جهة الاشتراك فيما يعلمه موسى إمام على الخضر، فيما يعلمه الخضر ولا يعلمه موسى خضر إمام ماذا؟ إمام على موسى. هاي الرواية الأولى أعزائي. الرواية الثانية ما وردت في صحيح مسلم أيضا أعزائي، نفس الرواية أو صحيح مسلم المجلد الرابع صفحة 186 أعزائي،
قال نعم، قال إنك على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. جيد. وكذلك أعزائي ما ورد في السنن الكبرى للنسائي الجزء الثالث صفحة 1786، قال يا موسى إنك على علم من علم الله علمك الله، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلم. إذن واضح بعد سؤال، التفتوا جيد. إذن في موسى، التفتوا لي أعزائي، إذن في موسى وذلك العبد يمكن أن نفترض ليس كل صفة ثبتت لموسى بالضرورة تثبت ماذا لذلك العبد، لذلك وإن كان موسى أفضل ماذا من ذلك العبد، ولكن لم يثبت أن موسى كان أفضل من ذلك العبد من كل الوجوه، بل كان أفضل ماذا من وجه، من وجه لا كل الوجوه. أما نحن عندما جئنا وأثبتنا أن أفضلية فاطمة على مريم كان من وجه ومن كل الوجوه، نحن أثبتنا أفضلية وأكملية فاطمة من كل الوجوه. بأي دليل؟ بدليل أنها سيدة نساء أهل الجنة، وبدليل أنها سيدة نساء العالمين. إذن من وجه دون وجه لو من كل الوجوه. فإذا ثبت أن فاطمة أفضل من مريم، بعد لا يمكن أن نفترض هناك وجه لمريم لا تملكه ماذا؟ لا تملكه فاطمة. إذا كانت فاطمة أفضل من وجه في دائرة من مريم، ومريم أفضل من فاطمة من وجه آخر، لما أمكن أن نثبت ما ثبت في القرآن لمريم أن نثبته لمن؟ لفاطمة. أما فاطمة ثبت بالأحاديث الصحيحة ماذا؟ أفضل مطلقا. إذن كل ما ثبت لمريم قرآنيا لابد أن يثبت ماذا؟ لفاطمة أيضا، وإلا لزم أن لا تكون أفضل مطلقا ومن كل الوجوه. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل هذا الحديث. قال الإمام الكاظم عليه السلام: إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفاء، فكذلك الحكمة تعمر في التواضع ولا تعمر في المتكبر الجبار. أعزائي المشاهدين، أحييكم مرة أخرى وأحيي سماحة الله السيد كمال حيدر، لكن قبل ذلك أقدم لكم التعازي بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، والتي تصادف يوم السبت بعد غد. سماحة السيد، من هو ذلك الشخص برأيكم الذي هو الأعلم بحسب علوم الظاهر وعلوم الباطن من الأنبياء والمرسلين؟ هذه قضية أعزائي، وهي أنه أولا إلى هنا اتضح لنا بأنه عندما نقول يتفاضل الأنبياء ويتفاضل الرسل، لأن صريح القرآن الكريم يقول: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن مو بالضرورة أن يكون التفضيل بعلوم الظاهر، بل قد يكون التفضيل بعلوم التأويل والباطن. وقد اتضح لنا بأنه الآية صريحة كانت أن ذلك العبد قال، ذلك العبد الذي أوتي علما من لدني من الله، قال لموسى أنك لا تستطيع معي صبرا. لماذا؟ لأنك لا يوجد عندك علم التأويل، لا أقل في هذه الدائرة التي أنا
توجد عندي، أنت لا يوجد عندك. إذا ممكن أن يكون هناك نبي من أنبياء أولي العزم وهو كامل في علوم الظاهر والشريعة والحلال والحرام والمعارف العامة، ولكنه على مستوى علوم التأويل والباطن ماذا؟ لا يكون أعلم من الآخرين، بل يوجد من هو ماذا؟ أعلم منه. السؤال المطروح هنا وهو، التفتوا جيدا، واليوم أريد أعطي وقت كثير طبعا للمداخلات لأن البحث يستحق أن نقف عنده مداخلات كثيرة. السؤال المطروح هنا وهو أنه هل يوجد نبي من الأنبياء بلغ في الكمال منتهاه على مستوى علوم الظاهر، وبلغ في الكمال منتهاه على مستوى علوم ماذا؟ الباطن. يعني لا يوجد من هو أعلم منه لا في علوم الباطن ولا في علوم ماذا؟ الله. يوجد مثل هذا الشخص بين الأنبياء أو لا يوجد؟ إلى الآن اتضح أنه موسى وعيسى وغيره لا ليسوا كذلك، لم يثبت أنه أعلم مطلقا في علوم الظاهر وعلوم ماذا؟ وعلوم الباطن. إذن يوجد في الأنبياء من هو الأعلم مطلقا ومن كل وجه في علوم الظاهر والباطن أم لا؟ لا يوجد. سؤال أتصور مهم جدا. الجواب أعزائي، اتفقت كلمة علماء المسلمين من شيعة وسنة والشيعة بمختلف اتجاهاتهم ومدارسهم الفكرية من كلامية وحديثية وفلسفية وعرفانية، وكذلك المدارس السنية العامة من أشاعرة ومعتزلة وصوفية وفلسفية، أنه ليس له إلا مصداق واحد هو خاتم الأنبياء والمرسلين. طبعا تقول لعد من المخالف؟ أقول المخالف فقط ابن تيمية يقول لا أبدا ما ثبت هذا المعنى. تقول أين قال؟ أقول أعدك إن شاء الله تعالى عندما نتعرض في شهر رمضان لمقامات النبي من هو الآن بإجمال، ده أمر على القضية، عند ذلك أنقل لكم كلمات ماذا؟ كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية لتروا من هو رسول الله بالنسبة إلى ابن تيمية. ولذا تجدون علم من أعلام هذا الاتجاه وهو الآلوسي أعزائي في المجلد 15 صفحة 462، هذه عبارته هناك، يقول وينبغي أن يحمل قول من قال كالجلال السيوطي ما جمعت الحقيقة والشريعة إلا لنبينا صلى الله عليه وآله، كل مراتب الشريعة التنزيل والتأويل أحسنتم كلها عند من؟ عند خاتم الأنبياء والمرسلين. ولم يكن للأنبياء إلا أحدهما. يقول الجلال السيوطي العلامة السيوطي يقول النبي جمع ماذا؟ جمعهما. أما الأنبياء السابقون ماذا؟ لم يجمع. يقول مو مراد لم يجمعوها يعني لا يوجد عندهم علم الباطن فقط عندهم علم الظاهر، لا، لم يكملوا في علم الباطن على مرتبة أما كمال علم الباطن والتأويل فهو عند من؟ فعند خاتم الأنبياء والمرسلين. يقول لابد أن يحمل على معنى أنها ما جمعت على الوجه الأكمل إلا له، ولم يكن للأنبياء عليهم السلام على ذلك الوجه إلا أحدهما من وجه كان. والحمل على أنهما لم يجمعا على وجه الأمر بالتبليغ إلا لنبينا، هذه قضية خطيرة أخرى. يقول العلامة الآلوسي، وإنما أنا أؤكد على العلامة الآلوسي لأنه عالم كبير مولانا من أعلام المفسرين والمتكلمين والعرفاء والصوفية،
يقول أن رسول الله لم فقط لما جمع له علم الظاهر والباطن لم يكن فقط مأمورا ببيان علم الظاهر، بل كان أن يبين أن يبلغ علم الظاهر وأن يبلغ علم ماذا؟ الباطن. وهنا يأتي هذا السؤال، والآن أنتم تقولون الصحابة حملوا عنه علم ماذا؟ الظاهر. فمن هو الذي حمل علم عنه علم التأويل وعلم الباطن؟ ما هو الجواب؟ بالنسبة إلى الشيعة انحلت المشكلة، لماذا؟ لأن الشيعة في حديث الثقلين قالوا وإنهما لن يفترقا، الأئمة لن يفترقوا عن القرآن، والقرآن كما فيه ظاهر فيه شنو؟ فيه باطن. فإذا كما فيه تنزيل فيه ماذا؟ تأويل. إذا علم التنزيل وعلم التأويل وراثة من جدهم انتقل لمن؟ إليهم. ما عندنا مشكلة، احنا انحل المشكلة محلولة عندنا. أما أنتم إلى من انتقل علم الباطن عندكم؟ ولذا انظروا إلى عبارته، يقول إلا لنبينا فإنه عليه الصلاة والسلام مأمور بتبليغ الحقيقة كما هو مأمور بتبليغ الشريعة. مو أنه فقط يبين هذا. سؤال، التفتوا لي جيدا أعزائي، سؤالين مختصرات وأجيب عليهن وأستمع المداخلات. سؤال، هذا الإنسان ماذا نصطلح عليه؟ يقول هذا هو المصطلح عليه عند العرفاء بالإنسان الكامل، الكامل المطلق. من هو؟ هو الذي جمع علم الحقيقة وعلم الشريعة على أو الوجه الكامل على أكمل وجه. سؤال، هل يمكن أن تخلو الأرض من إنسان كامل ولو ساعة ما أو لا يمكن؟ احنا بالنسبة الينا قلنا لا تخلو الارض ماذا؟ من حجة. انحلت احنا بالنسبة الينا محلولة. انتم يا علماء المسلمين ماذا تقولون؟ اولا اساسا هل يمكن او لا يمكن؟ ايضا ارجع الى من؟ ارجع الى العلامة ماذا؟ الى العلامة الآلوسي اعزائي مرة اخرى. العلامة الآلوسي في المجلد الثاني من تفسيره بتحقيق ماهر حبوش صفحة 91. أستاذ علاء يعني عجيبة هذه العبارات من العلامة الآلوسي، انظروا ماذا يعبر. يقول ولم تزل تلك الخلافة في الإنسان الكامل، إني جاعل في الأرض خليفة. يقولها الأرض تخلو من خليفة لله أو لا تخلو؟ يقول ولم تزل مستمرة في الإنسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيامة. إذن إذا غاب رسول الله من هو؟ من هو؟ سؤال، نسبة هذا الإنسان الكامل إلى العالم ما هي؟ يعني ما هو دوره؟ ما هي مسؤوليته؟ أنا مو ده أتكلم، ده يتكلم من؟ العلامة الآلوسي. قال بل متى فارق هذا الإنسان العالم مات العالم. يعني هو روح العالم، الوجود واسطة وجودي، هو روح العالم، روح العالم. كيف الآن أنا بدني أنا مركب من روح ومن جسد وبدن، إذا فارقت روحي الجسد ماذا؟ يقال مات. تمام. يقول الإنسان الكامل نسبته إلى العالم نسبة الروح إلى الجسد، فإذا فارق الروح الجسد مات العالم. يقينا أنه مو رسول الله، لأن رسول الله ماذا؟ ذهب. إذن يوجد ماذا؟ من يقوم مقامه. من هو أيها المسلمون؟ نحن بالنسبة إلينا علي والحسن والحسين. هو أيضا لم يجب. هسا يجيب. اسمعوا لي. هسا يجيب، ولكنه شوفوا كيف أنه يشرق ويغل. اسمعوا لي. يقول ولم تزل تلك الخلافة في الإنسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام، بل متى فارق هذا الإنسان العالم مات العالم، لأنه الروح الذي به قوامه. العالم مو الأرض أستاذ علاء، العالم كله روحه بمن؟ بالإنسان الكامل الذي فهو العماد المعنوي للسماء
والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم. يقول كل العالم جارحة من جوارح العالم الذي روحه من؟ ذلك الشخص الكامل. التفت، يقول والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان روحه. يا إنسان، الإنسان الكامل. ولما كان هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين بذاته صحت له الخلافة وتدبير العالم. أصلا هذا الإنسان هو المدبر ماذا؟ بإذن الله. والله سبحانه الفعال لما يريد. أخاب يقولون ها مشرك أهل بدعة. لا، قال والله الفعال لما يريد، يعني هذا الإنسان يفعل بأمر الله. ولا فاعل على الحقيقة سواه، ولكن هذا واسطة الفيض. ثم يعتذر العلامة الآلوسي، يقول وفي المقام ضيق، ما نستطيع أن نتكلم كل شيء، والمنكرون كثيرون. ولا مستعان إلا بالله عز وجل. سؤال، هذا السؤال الذي سأل عزيزي أستاذ علاء، وهو أنه من هو في اعتقاده؟ تعالوا معنا إلى العلامة الآلوسي في المجلد 21 من تفسيره. هذا التفسير أنا بيدي كما تفسير الميزان. تفاسير الأساسية اعلموا كونوا على ثقة أنها، ما أريد أقول أحفظها، ولكنه كل مواقعها أعرفها جيدا. هذا كتاب روح المعاني الآلوسي، المجلد 21 أعزائي، المجلد 21. يقول في ذيل آية التطهير، التفتوا جيدا. إذن البحث وين نقل العلامة الآلوسي؟ إلى العترة. لا طريق أن يكون ذلك الإنسان الكامل إلا من ولد فاطمة. أين تذهبون؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ هذا أمامكم، هذا مو البحار ولا الكليني ولا الصدوق، هذا العلامة من؟ الآلوسي. ولذا بعد أن ينقل في ذيل هذه الآية يقول إذن أيها العلامة، من هو هذا القطب في كل زمان؟ من هو هذا؟ قطب تعبير عرفاني، تعبير صوفي. صوفي من هو؟ لماذا قطب؟ لأنه حوله يدور كل شيء. هو نقطة الدائرة. وإنما يقال نقطة الدائرة باعتبار أن المحور ونقطة وسط الدائرة تكون متساوية النسبة إلى جميع النقاط الموجودة على ماذا؟ على الدائرة، على محور الدائرة. سؤال، من هو؟ يقول والذي يغلب على ظني أن القطب قد يكون من غيرهم، من غير أهل البيت، قد يكون القطب، التفت، لكن قطب الأقطاب لا يكون إلا منهم. يقول قد نجد العلام الكذائي والجيلاني والجيلاني وابن عربي كل خلف يدعي وصلا بليلى، فليكن قطب، ولكن قطب جزئي، هذا القطب الكلي وقطب الأقطاب لابد أن يكون ممن؟ من أهل البيت، من العترة. يقول والذي يغلب على ظني أن القطب قد يكون من غيرهم، لكن قطب الأقطاب لا يكون إلا منهم. لماذا؟ لأنهم أزكى الناس أصلا وأوفرهم فضلا، وأن من ينال هذه الرتبة منهم لا ينالها إلا على سبيل الأصالة، أصيل. أما الأقطاب الآخرين كلهم ماذا؟ بالنيابة عنهم. الأصيل منه. ولذلك كل الاتجاهات العرفانية كلها تنتهي إلى علي وإلى أهل البيت. ثم يقول ماذا أقول؟ على أي الأحوال؟ يقول ولا يدل على أن من ينال القطبية بعده من أهل البيت إلى آخره. جيد، سؤال، من هو قطبه؟ أنت قطبك يا علامة آلوسي. هنا مولانا، شوفوا كيف يذهب. يقول وأنا أعتقد أنه السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني.
لكنه ليس القطب الكل. لا لا يمكن لأنه لابد أن يكون حيا في كل زمان وهذا ليس حيا في كل زمان. في كل زمان. وهذه هي امتياز مدرسة أهل البيت أعزائي. لا هو حل الإشكال إلى مرحلة معينة. لأنه لا يستطيع حله تماما. لا يمكنه لأنه لا يعتقد بمدرسة أهل البيت. ولا بالنسبة إلينا انحلت المشكلة. حلت المشكلة. لأنه هؤلاء من ولد فاطمة وأنه ثبتت لهم الوراثة عن رسول الله. فستقول سيدة ما الدليل؟ أقول دليله إن شاء الله في محل. إذن إلى هنا اتضح لنا أعزائي أن أكمل الأولين والآخرين من هو؟ خاتم الأنبياء والمرسلين. هسه الآن إذا ثبت أن شخصا ورث علم الأولين ورث علم من هو أكمل الأولين والآخرين، بل إذا ثبت أنه نفس رسول الله كما في آية المباهلة أنفسنا وأنفسكم، فعلي من هو؟ مو أنه ورث فقط من رسول الله بل هو وارث نفس رسول الله. فإذا ثبت كما ورد في بعض رواياتنا فاطمة، التفتوا، فاطمة روحي التي بين جنبي، فإذا كان هذا الروح أكمل روح في هذا العالم. طبعا روايات فاطمة بضعة من قبلنا، وعندنا روايات ماذا؟ لا روحي التي بين جنبي. فإذا كان هذا الروح هو روح العالم ففاطمة روح العالم، روح العالم سلام الله عليها. وأستمع المداخلات. جزاكم الله ألف خير سماحة السيد الحيدري. أستمع أعزائي المشاهدين إلى المداخلات، أبدأ من المملكة العربية السعودية. الأخ أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة سماحة السيد. السؤال الأول بخصوص علم الظاهر والباطن. نعم. هل له علاقة بعلم الغيب والساعة؟ نعم. السؤال الثاني فيما يتعلق بسيادة فاطمة الزهراء عليها السلام على النساء. ما هي المزايا التي تمتعت بها فاطمة الزهراء لتكون بضعة الرسول وروحه التي بين جنبيه دون باقي بنات الرسول؟ وكانت سيدة للنساء العالمين. نعم. السؤال الثالث، هل هناك صفات لغير مريم بنت عمران عليها السلام ممن كمل من النساء مثل آسية بنت مزاحم يستحق الوقوف عندها لإثبات لفاطمة الزهراء؟ والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مرتب الأسئلة جزاكم الله خير. أبو لقمان من الجزائر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم سيدنا؟ مرحبا تفضل. سيدنا أنا عندي سؤال، ما لم أفهم الآية اللي تقول قوله تعالى سبحانه وعز وجل إن تتوبا فقد شغت قلوبكما، فلماذا القول من الآية باسم الشطر الأول من الآية يقول إن تتوبا ثم قال فقد شغت قلوبكما بالجمع؟ أنا لم أفهم الآية سيدنا، أريد تفسيرها وشكرا. طيب شكرا لك. أبو عقيل من بريطانيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الكريم، احنا ممنونينك للطرح هذا اللي قاعدين نسمعه. سيدنا الكريم، الطرح هذا فاد حتى أبناء الطائفة نفسها، يعني صاروا عندهم عقيدتهم بسبب وسائل الإعلام اللي صارت، هالتشويش ذا اللي صار من قبل أثر حتى على بعض الناس اللي ما كانوا يجدوا مثل هالبحوث هذه الراقية. طيب. لنا طلب سيدنا، إذا تكرموا سيدنا، لنا طلب، حابين أن تخصص حلقة، بما أن راح تكون فترة انقطاع الشهر، تخصص حلقة للاتصالات الناس بحيث تكون حلقة مفتوحة أن الناس يشاركوا بأفكارهم، يشاركوا بعض أسئلتهم اللي ما كان في مجال. واضح أبو عقيل. أبو عقيل واضح، شكرا لك على الاتصال. لا أنا إحنا انطينا 25 دقيقة يعني بلي أحسن بدأنا هذه الحملة. أم ياسر من العراق تفضلي. أم ياسر من العراق تفضلي. أعطوني اتصال آخر. الحيدري من السودان. حيدر من السودان تفضل. عفوا من العراق. حيدر السوداني من العراق.
حيدر السوداني من العراق. عفوا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك سنة علاء وتحية لضيفك الكريم السيد كمال حيدر. شكرا لك. تفضل أخ حيدر. قال الله تعالى في سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم طيب. إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. طيب. الله سبحانه وتعالى ما هو السؤال؟ ما هو السؤال حيدر؟ العفو. فقال إني رافعك إلي وثانيا ومطهرك من الذين كفروا. طيب. وثالثا وجاعل الذين طيب أخي سؤالك تبعوك فوق الذين إلى يوم القيامة يعني ما معنى الآية إلى يوم القيامة. فأقول السلام عليك يا أبا عبد الله إذا كان هذا ابن مريم إذا كان هذا عيسى ابن مريم فما مقامك يا أبا عبد الله فليسمع طيب. الذين ينكرون علينا هذا. شكرا لك حيدر من العراق. أعطوني اتصال آخر. أبو خالد من السويد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ خالد. أبو خالد. الله مساءكم مساء السيد. عندي ثلاث أسئلة وعلى يعني بسرعة متناهية إن شاء الله. أولا تطرقت أنت أخي نفسك عندما قرأ السيد آية قرآنية في آية اقرأ فقلت النبي الأمي. أنا أسأل السيد هل اقرأ طبعا فعل أمر باللغة العربية كما هو معلوم. هل الله سبحانه وتعالى يأمر إنسانا أميا لا يقرأ ولا يكتب يقول له اقرأ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للآية الكريمة التي قرأها أيضا السيد تظاهر على النبي والمقصود عائشة وحفصة هنا نريد صراحة يعني أكثر صراحة هل هي إدانة لهاتين أم ليست بإدانة؟ وإذا كانت إدانة هل هناك من آية أخرى قد بينت توبتهما عن هذه عن هذا الفعل أو عن هذه الخطيئة أو عن هذه الكذبة؟ هذا الثاني. الحلقة قبل ثلاث حلقات أو أربعة بالضبط لست أدري بالضبط السيد الكريم كان يقرأ من كتب القوم بعض الأحاديث وعندما وصل إلى كلمة الحميراء توقف السيد. أنا أريد أن أسأل السيد هو يعيد أحيانا على ابن تيمية وعلى نقال وهذا كلام معتبر ومحترم من السيد ولكن أنا أتساءل أيضا لماذا السيد قد أقفل كلمة الحميراء؟ هل هو عمدا وقفا لكي لا يثير الطرف الآخر أم أنه يعني أنا أريد تفسير من السيد وليس عندي إلا هذا السؤال. شكرا أبو خالد. شكرا لك. تصور أن ثلاثة أسئلة تكفي. أبو سلمان من المملكة العربية السعودية إن شاء الله. أبو سلمان من السعودية تفضل. السلام عليكم يا سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم استاذ علاء. شكرا لك. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي أبو سلمان. بس نقطة ودي أن سيدنا يثيرها شوية اللي هي بخصوص طال عمرك أنه في روايات أن القرآن نزل موافق لقول عمر على قول الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة مواقع على الطيب الطاهرين فهذه مشابهة بالخضر مع سيدنا موسى في العقليات اللي موجودة على حسب مفاهيمها. أرجو تعليق من سيدنا على هذه النقطة. شكرا والله يثيبكم إن شاء الله بما تعملون. شكرا لك أبو سلمان. أنا أتصور لو الأخوة يعطوني يعني فرصة لكي يجيب السيد لأن عشر دقائق والأسئلة كثيرة. طيب أشكر الأخ أبو فهد وأعتذر للأخ أبو الأخ عبد الله لأننا لن نستطيع الاستماع إلى مداخلاتهم من ضيق الوقت. السعودية كان عدة ثلاث أسئلة. شوف علم الظاهر والباطن وعلاقة ذلك بعلم الساعة. أحسنتم الجواب أعزائي ولذا أنا ذكرت مرارا وتكرارا أن هذه الأبحاث أعزائي لابد أن نقف عندها طويلا ما لم تتضح مراتب علم الباطن لا يمكن أن نتعرف على أنه له علاقة بعلم الغيب أو لا
وما لم نتعرف على حقيقة علم الباطن لا يمكن أن نتعرف على علم الساعة. الجواب إن شاء الله تعالى عندما نقف عند أبحاث علم الباطن ومراتب علم الباطن ودرجات علم الباطن سيتضح الارتباط بعلم الغيب وبعلم الساعة. الجواب في جملة واحدة، نعم هناك ارتباط وثيق بين العلوم الباطنية وبين علم الغيب وعلم الساعة. طيب، سؤال الثاني، مزايا الزهراء سلام الله عليها كبراء. الجواب أعزائي بيني وبين الله، المزايا نحن لا نعرفها ما هي. ما الأئمة سلام الله عليهم كانوا عندهم أولاد كثيرين، لماذا أبو طالب كان عنده أولاد كثيرين، واحد منهم صار ماذا؟ صار منهم علي بن أبي طالب. أنتم بحسب اعتقاداتكم أو باعتقادات المسلمين، أليس الصحابة كانوا عشرات الآلاف ولكن كلهم صار أبو ذر، كلهم صار سلمان، كلهم صار عمار؟ هو الأخ السائل يظهر أنه يريد أن يقف على مقامات البضعية. المقامات اللي أشارت إليها آيات القرآنية والروايات المباركة، الآيات القرآنية اللي تكلمت عن مريم، اللي تكلمت عن آسيا، اللي تكلمت واقعا عن كل النساء في القرآن، كلها ثابتة لمن؟ لسيدة نساء العالمين. والذي تكلم عنها رسول الله أيضا كلها ثابتة لفاطمة سيدة نساء العالمين. أما ما هي الخصوصيات التي بها امتازت عن باقي بنات النبي؟ هذا إذا كان للنبي بنات، لأنه هذا أول الكلام، من يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان له بنات غير الزهراء؟ ذاك بحث آخر الآن ما أريد أدخل فيه، ولكنه ما هي واقعا لا نعلم، ولكن نعرف هاي مقاماتها. أساسا أنا إلكم أسألكم، بماذا بلغ النبي صار أفضل الأنبياء والمرسل؟ لا نعلم لماذا بلغ هذا، كيف بلغ، مع أنه لم يكن له إلى العمر الأربعين لم يكن له لا معلم ولا أستاذ ولم يكن نبي قبله حتى يتعلم، إذن كيف بلغ هذا المقام حتى صار أفضل الأنبياء والمرسلين؟ لا نعلم. العناية الإلهية كيف رعت هذا الإنسان أن يصل إلى هذا المقام؟ إذن إذا كان السؤال ما هي، نقول لا نعلم. أما إذا كان السؤال ما هي مقاماتهم، نقول مقاماتها قرآنيا هذه ومقاماتها روائيا هذه. طيب، هل هناك صفات لأخريات كآسية؟ نعم نعم يعني نعم 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 موجودة، ولكنه نحن لم للزهراء بالي. موجودة موجودة أعزائي، ذكرناها أشرنا إلى بعضها فيما سبق، والآن لو أريد نقف عندها لابد نتعرض لآيات عديدة في القرآن الكريم. طيب، نعم. أبو لقمان من الجزائر سأل عن الآية التي تستتيب الجواب أعزائي، أنا تعرفون أنا أقول أنا يتذكر الأعزاء، أنا ليس بحثي مفتوح لكل موضوع، أنا أشرت إلى الآيات للإشارة إلى هذا. نعم، أعدك إن شاء الله إذا توفقنا في ليلة من الليالي أولا نعرض لتفسير، كيف الآن عرضنا لتفسير آيات سورة الكهف، نعرض لتفسير الآية لماذا قال قلوبكما وجمع ولم يفرد أو يثني، عند ذلك نجيب، وإلا هذا ليس موضوع بحثي. طيب، إذن الأخ أبو خالد، أسئلة أبو خالد، لأن الأخوة الأسئلة أبو خالد بلي ثلاث أسئلة كان عنده. أقرأ كيف الجواب، لابد أنه هذا أيضا موكول إلى أن نقف عند معنى الأمية التي ذكرت لها معاني متعددة. ما معنى أن النبي أمي؟ واحدة من المعاني التي ذكرت لعله خمسة أو ستة، واحدة من المعاني قالوا لا يعرف القراءة والكتابة، وهذا من المعاني الضعيفة أعزائي، وإلا هناك معان أخرى للأمية لابد أن نقف عندها. هذا أولا. أما السؤال الثاني، التظاهر على النبي هل هي إدانة؟ نعم، لا إشكال أنه إدانة، بدليل أنه طلب منهم الاستغفار، وإلا لو لم يكن إدانة لا معنى لطلب ماذا؟ لطلب الاستغفار. وهل هناك آية تثبت؟ الجواب في القرآن لا يوجد. هسه لعله عندهم في النصوص يوجد، ذاك بحث آخر، كما في مسألة خروج عائشة على أمير المؤمنين، قال العلامة الألباني كان أصل خروجها خطأ وكان حربها لعلي خطأ ولكنها تابت. وهنا أصل الخروج خطأ والحرب خطأ، ولكنه تابت أو لا، ويحتاج إلى دليل. فإن ثبت أنها تابت فبها ونعمت، إن لم يثبت قل له حسابها الخاص. طيب، لماذا أغفل؟ الجواب أعزائي، أنا أغفل هاي الكلمة باعتبار أنه يحتاج إلى بحث سندي، لأن جملة من أعلام المسلمين يقولون أن كل رواية ورد فيها لفظ الحميراء فهي ضعيفة السند،
وأنا ما كان عندي وقت أن أراجع لأرى أنه توجد رواية صحيحة السند عبرت عن عائشة بأنها حميراء، فلذا تجاوزتها. لماذا؟ لأنكم تعلمون بأنه العشرات جالسين من ما يبحثون عن يجدوا ماذا خللا هنا أو هناك حتى يقولوا انظروا يقول الحميراء ولم يثبت في سند ماذا صحيحا. أنا تجاوزت هذه الكلمة لهذه الجهة. طيب أبو سلمان من السعودية سأل عن روايات تقول أن القرآن نزل على رأي عمر القرآن نزل؟ يعني يشبه عمر بالعبد الصالح. الجواب ما عدل، مو هالشكل. سؤاله كان بأنه نزلت آيات، لا نزلت آيات تطبيق على رأي عمر. على رأي عمر إيه؟ ما كنت أشبه. ثم شبهه يعني، لا أعلم هذا التشبيه، أنا ما أعرف يعني لم أجد. نعم وردت روايات أعزائي بهذا، ونحن مرارا وتكرارا قرأنا هذه الروايات وقلنا أنه واقعا هذه طعن في الله وطعن ماذا في رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب أعطوني اتصال آخر، لا يزال هناك متسع من الوقت. أبو قاسم من إيران تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما أجركم الله في مصالح الإمام موسى الخادم عليه السلام. سؤالي هنا أستاذ. تفضل. إحنا من نظرنا الشيعة محدودة المشكلة. الخضر عليه السلام رواياته متعددة هاي، لكن أرجو من السيد إذا يمكن من نظر جماعتنا المتقابلين آية حس هو وين يعيش. يعني هذا بحث آخر أبو قاسم، يعني نحن مو بحثنا في الخضر. عندما أصلا من يقول هو الخضر أصلا؟ عندما تحدث سماحة السيد عن الآية الاستدلال على الموضوع، إذا كان هناك سؤال في مقامات الزهراء أو في الآية المباركة، أو في الآية المباركة، أما العبد هو خضر أو ليس بخضر، هو نبي أو ليس بنبي، هو رسول، هذا لا يؤثر على البحث شيئا. لا يؤثر على البحث. شكرا أبو قاسم. يحيى من الجزائر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت السيد نرجو منك التعليق على هذا المشهد من القرآن الكريم. طيب تفضل. رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في قلب المعركة في سورة آل عمران يقول الله سبحانه عز وجل يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة، وفي سورة التحريم يقول والملائكة بعد ذلك ظهير. هل الموقف في سورة التحريم أبلغ منه في سورة آل عمران لأن الملائكة كلها حاضرة؟ وشكرا. شكرا لك. أم محمد من الكويت تفضلي. محمد من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو تفضل. معك أبو محمد من الكويت، بارك الله فيك. أهلا بك محمد تفضل. حييك وحيي سماحة السيد والمشاهدين. تفضل. أبي بس السيد يعلق عن زوجات النبي الآية من يأتي من كنا بفاحشة. لا 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 أبدا. شوف محمد أبداً. يعني نحن نتحدث عن مقامات فاطمة الزهراء، لسنا بصدد أن يعني نتحدث عن موضوع آخر أو نساء النبي أو شخص آخر. ما يفيد ما يرتبط بالموضوع لك أن تسأل عنه. شكرا لك. شكرا لك. طيب يظهر أنه لم يبقى كثير من الوقت سماحة السيد. فقط تساؤل يحيى من الجزائر. يعني إذا قبلنا أن الألف واللام إذا دخلت على الجمع تفيد العموم، بطبيعة الحال تكون تلك الآية في سورة التحريم أبلغ من الآية التي وردت في سورة آل عمران، لأن هناك عينت قالت خمسة آلاف من الملائكة، أما هناك عامة قد تكون هذا العدد أكبر من ذلك بكثير، وتريد أن تقول أن جنس الملائكة أو كل الملائكة هم أيضا في هذا الاصطفاف الذي صار في تلك الوقت. يعني الاصطفاف أعظم بلي 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 مما حصل في إذا قبلنا الألف واللام تدخلوا على الجمع تفيد العموم. أشكر سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. شكرا لكم أنتم مشاهدينا على حسن المتابعة. ملتقانا معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بعد تلك الحلقتين إن شاء الله، سوف ندخل في محاق ثم إن شاء الله شهر رمضان المبارك.
حتى الأسبوع القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.